ما عملتش اي حاجة خلال الفاصل غير بس ان انا غليت شوربة المشروم بتاعتنا غلوة بسيطة كده. كل اللي هعمله، انا دايما بحب بصراحة الشوربة لازم تنزل اخر حاجة على السفرة، يعني بعد ما نحط الاكل والكلام ده نبتدي بيها فطارنا، بس تبقى اخر حاجة نازلة علشان تنزل سخنة. مش هقولك على الريحة بقى عندنا عاملة ازاي، والفيتامين والكالسيوم والبروتين اللي في الشوربه دي تغنيكي ان انت بقى تفكري انت صايمه بقالك كام ساعه والكلام ده كله. يعني انا بحاول دايما في كل حلقه اكد ان الشوربه مش حاجه يا جماعه كده ثانويه يعني موجوده على السفره، لا دي لازم تبقى حاجه اساسيه اساسيه، يعني نتعب بس في ان احنا ندور على مكوناتها، حتى يعني احنا بنعمل لينا يعني ولصحتنا ولصحه عيلتنا ولصحه ولادنا، ندور بس على مقادير كده والله هنلاقي مقادير كتير قوي ما بنستخدمهاش. دي انا مش محتاجاها، اللي هعمله انزل بس بشويه بقدونس اخضر كده، ممكن تحطي البقدونس عليها حتى شويه سنه بسيطه كده وهي بتتعمل، ما فيهاش مشكله خالص في الاخر كده تمام. ممكن نحط ايه مشرومتين كده هنا مثلا، واحدة هنا كده. وادي طبق شوربة المشروم بالجبنة اللي عملناه النهاردة، ألف هنا وشفا، وان شاء الله يا رب كده تجربوه وتقولوا لي رايكم، يهمني جدا جدا رايكم. ولسه مكملين في حلقتنا النهارده بالمعزوم الثاني الاساسي على سفرتنا في رمضان، طبق السلطه. طبق السلطه يعني انت ماسكه بايدك كل حاجه عايزه تخافي بيها على صحتك. هنعمل سلطه فرنساوي هندخل فيها شويه بروتين برضو، عشان كده بقولك النهارده الحلقه ممكن تستغني عن ان انت تعملي بقى الديك والطاجن والحاجات دي النهارده شويه، خلي الفطار خفيف خفيف. هنعمل سلطه فرنساوي عباره عن فراخ بالفلفل وشويه شبت. تعالي نشوف مكوناتها. عندي عصير حوالي ليمونتين ثلاثه كبار. انا بحاول كمان في الشوربه والسلطه تريسايكل الحاجات اللي كانت عندي امبارح. احنا في الفطار دايما او في رمضان شويه بنطبخ زياده شويه، وده انا حاجه ما بحبذهاش بصراحه. اطبخي على قد العدد اللي موجود في البيت، ربنا يزيد ويبارك يا رب ويرزق يا رب ان اوسع ابوابه، بس يعني في ناس تانية ما بتاكلش خالص، ورمضان الفرحه مش بكتر الاكل ولا ان احنا ندخل نجيب يميش رمضان مصارعه. يعني انا شفت حتى على الانترنت يعني اللي حاصل في المحلات عشان بنشتري، لا هو ما فيش صراع يا جماعه، كل يوم بيوم وربنا بيرزق باليوم التاني، ونفكر واحنا بنعمل فطار في ناس فعلا مش لاقيه نص اللي احنا عاملينه. لو عندك حاجه شغليها زي ما بتفطري، اعملي حساب ناس تانية بره، علمي ولادك كمان ان ده حاجه لازم تعمليها، شجعيهم ان في ناس هتاكل معانا النهارده حتى لو ما نعرفهاش، اعملي لهم زي حافز وزي جوائز وزي بونس كده، ان ما تخليش حاجه في طبقك عشان لو خلينا حاجه في طبقك بنرميها، لا حرام. عندي صدور فراخ مثلا مسلوقه من اكله امبارح، هشغلها النهارده مع فلفل احمر مع شبت اخضر مع بصل اخضر او كرفس اللي موجود، كرفس يعني دايت ما تخافيش، وتحسي دايما ان في موازنه في الطبقين اللي انا بعملهم. تعالي سريعا بقى نشوف هنعمل ايه. هجيب بس بوله كده، ممكن اخليها هنا ثواني. اللي هعمله انا عايزه هقطع بس الفراخ تقطيعه يعني زي نساير او تقطيعه كده خفيفه، بس انا عايزاها مش مفرومه، بس في نفس الوقت ما تبقاش مكعبات يعني، علشان عايزه احشي بيها الفلفل. حاجات كده بسيطه قوي. حته فراخ كده. طول ما انتي حاطه شويه الياف زياده في السلطه، يعني في ناس عندهم مثلا مشاكل في الهضم في الفلفل الرومي بالذات، انا حاطه شبت وحاطه كرفس عشان نعمل موازنه شويه.
السلطه بتحافظ على الوزن جدا، يعني مش لازم ندخل بقى رمضان وحلويات واحنا بنفطري في رمضان بصراحه يعني، ونطلع ايه شايلين كده معانا. كل واحده تطلع من رمضان او كل الناس صايمه يقول لك انا بعد رمضان هخس، انا ما بقلقش خالص على وزني في رمضان. والله صدقوني اللي بيدخل ما بيتحركش، ولا بقى هتخسي ولا ما بتخ... ولا مش هتخسي، اللي بيدخل خلاص يعني. وليه نعاني اصلا من الاول؟ يعني حتى طبيا وعلميا غير رمضان السلطه لازم يبقى طبق اساسي دايما في اكلك، اولا علشان الوزن والسمنه. يعني لو ابتدينا مثلا، انا بتكلم على رمضان، لو ابتدينا شوربه وسلطه فادي المعده فاضيه، بس نسبه من حجم المعده اتملت بحاجات مفيده، وفي نفس الوقت بتتهضم بسرعه، وفي نفس الوقت بتساعد كمان على حرق الدهون اللي احنا بعد كده هندخلها في المحمر والمشمر زي ما بقولك. ده انا مش محتاجاه، هحط على الفراخ شويه زيت زيتون، احنا ممكن ايه نحط من هنا بس اوسع لنا شويه. هما معظم سلطاتهم في فرنسا شويه بيحطوا الفرنش دريسنج او بيدخل فيها مايونيز، انا عايزه الدنيا تبقى خفيفه خفيفه شويه النهارده. وعلى السلطه دي هحط عصير حوالي ليمونتين. الله، وقفي كده، احط عصير ليمونتين، لو حتى ليمون في السلطه بلاش ملح. مفيش صحه مفيش صحه في الصيام، عماله ارغي ارغي ارغي، يعني غالبا ده خد من الباور اللي موجود عندي، مش عارفه اعصر الليمونه كده. تقريبا كفايه، ولو احتجت يعني انا دايما في التوابل والحاجات دي بخلي الزياده جنبي على جنب الاكل، لو احتجت اوكي بكمل. سنه فلفل بسيطه قوي، وهنزل عليها بصل اخضر موجود اوكي، عود كرفس موجود اوكي، مش هيقول لا تماما. احط شويه كده واكمل كده تقريبا تمام. وهنزل كمان بشوية شبت. ماشي، المقص بتاعنا مش موجود، ممكن نعمله بالسكينة مش مشكلة يعني، مش هيقول لأ. الشبت يا جماعة حطيه في أي سلطة فيها توم فيها بصل فيها أي حاجة، ممكن تعمل يعني شوية روائح كريهة في الفم مثلا. سحر الشبت والبقدونس، سحر بصراحة يعني. فرمه بس فرمة خفيفة كده، وياخد شوية من دول احطهم كده. وهقلبهم تقليبة بسيطة قوي، فيهاش اي حاجة يعني اسهل من كده، ما فيهاش وظفتي حاجة ممكن تكون كانت موجودة عندك من اكلة امبارح مثلا زي حتة الفراخ دي، وفي نفس الوقت جددتي من شكل السلطة. السلطة مش طبق خضار وبس، هو فعلا احنا عاملينها بخضار، بس السلطة في ان انت تشكلي فيها مش اكتر من كده يعني. كده تمام، وهسيبها كده، وهقطع الفلفل تقطيعة خفيفة. انا مش هقطعه، انا عايز اعمله يعني زي مراكب كده، دي اللي هحط فيها السلطة. مش محتاجة ده خالص، عايزة ايه الحتة الخضرة اللي فوق دي. كده تمام، وبالسلطة ممكن نشيل كمان العرق بتاع الفلفل كده.
وهحشي على طول الفلفل ده. ممكن نجيب طبق التقديم اللي هنشتغل فيه ونحط فيه كمان شوية شبت كده من تحت. محتاج ده خالص، عايزة اوسع بس حواليا كده عشان نعرف نشتغل على طول. وعلى طول هحشي الفلفل كده بالسلطة. ممكن نجيب كمان معلقة أسرع. شكلها حلو وطعمها حلو جدا جدا وسهلة، يعني ما فيهاش أي دبكة ولا حاجة. عملتي حاجة سهلة وما تكلفتش كتير، وفي نفس الوقت ما احتاجتش بقى يعني وقفة اللي هو انا تعبت النهاردة في الفطار مش قادرة اعمل طبق سلطة هو خيار وخلاص. لأ، شكلها حلو جدا جدا، حاجة تفتح النفس كده، النفس ايه، حاجة تفتح النفس وطعمها حلو قوي كمان. يعني دول انا هستخدمهم في حاجة تانية، انا بس عشان عايزة الحتة تبقى شوية او المركب شوية يبقى عميق يعني او كبير عشان ياخد شوية كمية اكبر من السلطة. كده تمام، شيل بس العروق اللي جوه دي. هكمل يعني ريحة الشبت طلعت على طول والله أول ما اتحطت، ولو سبتيها كمان في التلاجة شوية كده قبل ما تتقدم. عموما السلطات يعني أو أي تتبيلة حاولي تخليها حتى ساعة كده في التلاجة قبل الفطار على طول. كده تمام، نحط بس ايه شوية اخضر كده في الطبق يدي لون. العين يا جماعة دايما بتاكل قبل ما الدق بيبوق، البق بيدوق، اللهم اني صايمة. عادي يعني نفوت لبعض، احنا كلنا قاعدين بنتكلم كده اسرة مع بعضينا، يعني انا مش محتاجة ده خالص. اغسل ايدي بس ولا محتاجة السكينة خلاص. هلم حواليا وابتدي اقدم على طول. ده مش محتاجاه. دايما علشان يعني حتى كمان ما تحسيش ان انت في دبكه حواليكي او تعبتي في المطبخ، نضفي اول باول كده. واقول لكم رمضان كريم دايما ان شاء الله من عندنا من ست البيت، واتمنى يا رب باذن الله يعني جميعا ان شاء الله كده ربنا يقدرنا صيام الشهر الكريم كامله ان شاء الله ايمانا واحتسابا. واسيبكم النهارده تكسروا صيامكم من المطبخ الفرنساوي مع طبق سلطه المشروم اللي احنا عملناه وسلطه الفراخ بالبصل الاخضر او الكرفس وشوية شبت كده وحوالي عصير ليمونتين. اشوفك في حلقة جديدة ان شاء الله، وهنكسر صيامنا دايما بشوربة وسلطة مش هيكون غير من عندي من هنا ان شاء الله خلال الشهر الكريم كاملة. ورمضان كريم وصوما مقبولا وافطارا شهيا. اشوفك في حلقة جديدة ان شاء الله. باي باي.